اول حاجه لازم نعرفها يا اخواننا ان احنا اصلا بناخد الجنرال هيستولوجي اللي هو مايكروسكوبيك اناتومي، يعني اناتومي تحت الايه الميكروسكوب. فالاول لازم اعرف ان انا عندي نوعين من الميكروسكوب، في ميكروسكوب الضوئي، عارفين الميكروسكوب الضوئي اللي هو اللايت ميكروسكوب اللي موجود في كل حته، في المدارس وفي المستشفيات الفقيره وفي المستشفيات الفقيره وفي الجامعات الفقيره زي الجامعه بتاعتنا وكده يعني. الجنرال هيستولوجي يا اخوانا انا بعتمد فيه على اثنين ميكروسكوب، اول ميكروسكوب منه هو اللايت ميكروسكوب اللي قدامك ده. اللي قدامك ده دكاتره عشان خاطر اشوف العينه فيه اول شرط عندي ان لازم اصبغها، يعني لازم اصبغها، اصبغ العينه عشان تبان، لو ما صبغتش العينه مش هتبان. يبقى اذا اللايت ميكروسكوب نيد ستين، محتاج صبغه. طيب النقطه الثانيه، الراجل ده لما بيجي يكبر بالكثير بيكبر 3000 مره، فبكثير اقدر اشوف الخليه بس من بره، ما اقدرش اشوف ايه اللي جوه الخليه، عضيات الخليه اللي جوه الميتوكوندريا والشبكه الاندوبلازميه والكلام ده ما اقدرش اشوفه، وده عيب من ضمن عيوب اللايت ميكروسكوب. يبقى اول نوع من الميكروسكوب اللي هو اللايت ميكروسكوب ما باخدش منه اي تفاصيل، يا دوب بس بشوف الاكسترنال ابييرنس، شكل الخليه من بره، المظهر الخارجي بس، او لون الخليه. وعشان كده عشان يبان اللون لازم استخدم ستين. يبقى اذا اللايت ميكروسكوب نو ديتيلز، بيدي لك الاكسترنال ابييرنس او الكلر بس، بشرط انك لازم تدي له ايه ستين. النوع الثاني هو الالكترون ميكروسكوب، بقى ده حاجه عظمه بقى. حضرتك في الالكترون ميكروسكوب هنا زي ما انت شايف قدامك كده يا دكاتره، بيكون عندك سكانر بتحط فيه العينه بتاعتك وبتشوف على الشاشه. ده بقى بيقدر يكبر لحد 100,000 و200,000 مره، بل مليون مره كمان. والالكترون ميكروسكوب يقدر يجيب لك المكونات اللي جوه الخليه. عشان كده هتلاقي دايما ان السيتولوجي او علم تشريح الخليه اللي بدرس فيه المكونات اللي جوه الخليه بعتمد اكتر على الالكترون ميكروسكوب اكتر من اللايت ميكروسكوب. هل انا هنا محتاج اي ستين؟ لا مش محتاج ستين. طب هيديني ديتيلز؟ ده هيديك ديتيلز عاليه جدا. يبقى اذا عندي كام نوع؟ نوعين، عندي لايت ميكروسكوب محتاج ستين ومش هيديني ديتيلز، وعندي الكترون ميكروسكوب هيديني ديتيلز ومش محتاج ستين. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ طب ليه ما اجيبش الكترون ميكروسكوب؟ حراق، الالكترون ميكروسكوب حراق، معاك فلوس ادفع. طيب ركز معايا في الحته اللي جايه، انا هدرس الخليه فلازم اول اعرف ايه هو تعريف الخليه. من صغرنا يا اولاد ايه تعريف الخليه؟ هي عباره عن الوحده الوظيفيه والتركيبيه للكائن الحي يا استاذه. احنا حافظين كده من واحنا صغيرين. تعريف الخليه هي عباره عن الوحده البنائيه structural unit، والوحدة الوظيفية and functional unit لجسم الكائن الحي، للبودي of the body بتاع الكائن الحي. يبقى تعريف الخلية عبارة عن الوحدة الوظيفية والبنائية، يا structural and functional unit of ايه؟ of the body. حد عنده أي مشكلة؟ أعتقد مفيش أي مشكلة لحد دلوقتي. هوريك صور للخلية اهو، جسمك عبارة عن خلايا، أنت عارفين أن جسمك كله عبارة عن خلايا. جسمك لما بيجي يأدي وظيفة الخلية هي اللي بتأديها، يعني هديك مثال، أنا عايز أحرك إيدي. يبقى اذا لازم العضله تنقبض. طب العضله عباره عن مجموعه من خلايا عضليه هي بتنقبض، فلما تنقبض مع بعض تسمح لك بالحركه. يبقى اذا وظيفتك جايه اصلا من وظائف مين؟ الخلايا. عشان كده قلت لك هي الوحده الوظيفيه. تكوين جسمك عباره عن خلايا، عشان كده قلت لك هي الوحده الايه؟ البنائيه. طيب ركز بقى في الحته اللي جايه عشان هنا الحته دي مهمه قوي 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 قوي، ركز بقى معايا. بص يا دكاتره، تعالى كده مع بعض نبص مثلا في الجيش. عارفين الجيش؟ كلنا عارفين الجيش، وعارفين ان الجيش بيكون عباره عن كتائب، كتيبه مشاه، كتيبه بحريه، كتيبه صاعقه، كتيبه طيران وهكذا. خلينا مثلا ناخد كتيبه الصاعقه مثلا. كتيبه الصاعقه بتتكون مثلا نقول من 100 ل 200 عسكري. العسكري دلوقتي في شروط، اول حاجه طول ما يقلش مثلا عن 190 سم 2 متر، تاني حاجه عضلات، اللهم صل على النبي، مجانس بقى وعضلات ضخمه، صدره مفتوح قوي، شخصيته قويه. فهتلاقي ان مستحيل تلاقي مثلا في كتيبه الصاعقه واحد 120 سم معدي في النص كده، انت داخل رايح فين؟ يبقى اذا الكتيبه في الجيش بيكون لها شروط. اول حاجه كلهم نفس الشكل، تبص عليهم من بعيد كلهم حالقين نفس الحلقه، لابسين نفس اللبس، نفس الشكل، وعندهم نفس الخصائص العامه، نفس الجنرال كاركتر، الخصائص العامه اللي هي ايه حضرتك؟ قال لك اللي هو كلهم طولهم ما يقلش عن 2 متر، كلهم عضلاتهم كبيره مفتوله العضلات، كلهم شخصيتهم قويه وعنيفين، وبيأدوا وظيفه معينه ان هم في وقت الحروب دولت اللي مسؤولين عن الاقتحام وبيعرضوا حياتهم للخطر. يبقى اذا الكتيبه لازم تتكون من افراد ليهم نفس الشكل، عندهم نفس الخصائص، بيأدوا نفس الوظيفه، ومن هنا طلع مسمى الكتيبه. كذلك نفس الشيء الكتيبه دي في جسمك اسمها ايه بقى؟ في جسمك اسمها تيشو، النسيج.
النسيج يا دكاتره هو عباره عن مجموعه من الخلايا، خليه جنب خليه جنب خليه جنب خليه جنب خليه، ليهم نفس الشكل، ما تقدرش تفرق شكل دي عن دي عن دي عن دي، ليهم نفس الخصائص، كلهم شكلهم معين وحجمهم معين وهكذا، وبيأدوا نفس الوظيفة. يبقى تعريف التشو قال لك هو عبارة عن similar cell، خلايا متشابهة، have the same shape same general character، نفس الشكل ونفس الخصائص العامة، and perform، بيأدوا particular function، يعني ايه؟ يعني وظيفة مميزة ما حدش غيرهم يأديها. طيب عندي كام نوع من الأنسجة في جسمي؟ عندي أربعة. أول نوع يا دكاترة بنسميه النسيج الطلائي، النسيج الطلائي يعني النسيج الخارجي، epithelial tissue اللي هو الجلد والشعر، نسيج طلائي يعني cover، غطى من بره. النوع الثاني بنسميه muscular tissue اللي هو النسيج العضلي، العضلات اللي موجودة عندك. النوع الثالث بنسميه nervous tissue، النسيج العصبي، الأعصاب الموجودة في جسمك. والنوع الرابع بنسميه connective tissue، النسيج الضام. ايوه يعني نسيج ضم بقى، ده النسيج اللي بيربط التلات انسجه التانيين ببعض. ازاي؟ هديك مثال، حضرتك في جسمك في دم، الدم ده بيوصل القلب اللي هو عضله بالانسجه اللي موجوده في الجسم بالجلد، يدخله الدم اللي هو نسيج طلائي، والقلب ده بيوصل له اعصاب، نسيج عصبي، كلهم متوصلين عن طريق الدم. عشان كده قلنا سميناها كونكتيف تيشو، النسيج الضام اللي بيربط الانسجه كلها ببعضها. يعني الدم بيربط القلب بالجلد بالاعصاب، كلهم من غير الدم والتغذيه بتاعت الدم يموتوا. والله عن طريق الدم هو اللي بيظبط الاعصاب انها تنقل الاشاره العصبيه. في نواقل كيميائيه شبه الهرمونات مثلا، الهرمونات بتطلع مثلا من الجهاز العصبي النيرفس تيشو، وعايزه تروح مثلا للغده الفلانيه، الغدد هي نسيج طلائي epithelial tissue. هتوصل ازاي الهرمونات دي حضرتك؟ عن طريق الدم اللي هو الكونكتيف تيشو. يبقى اذا الكونكتيف تيشو او النسيج الضام بيربط بين الانسجه ببعض. يبقى اذا عندك كام نسيج؟ اربعه. epithelial tissue نسيج طلائي اللي هو الكفر اللي بره، الغطاء، لما تغطي حاجه بتقول انا دهنتها او غطيتها، طلائي، طلتها. النيرفس تيشو النسيج العصبي، المسكولار تيشو النسيج العضلي، والكونكتيف تيشو النسيج الضام شبه الدم. تمام تمام، ادي صوره للابيثيليال تيشو. شايف؟ بص كده على شكل الخلايا، هتلاقيهم كلهم شبه بعض. تقدر تفرق واحده عن الثانيه؟ لا. طب بص على النسيج الضام اللي هو الكونكتيشو، هتلاقي الخلايا كلها شبه بعض، مفيش فرق بينهم. طب بص على النسيج النيرفس، ادي خليه وخليه وخليه وخليه، كلهم شبه بعض، مفيش فرق. بص على الماسكولر، كلهم شبه بعض، مفيش فرق. يبقى ايه الاختلاف؟ عشان كده قلنا هي التيشو بيتكون من سيميلر سيل، خلايا متشابهه وليها نفس الخصائص العامه، سيم جنرال كاركتر، وبتأدي نفس الوظيفه، بيرفورم بارتيكولر فانكشن. كلام جميل. طيب ركز بقى، الجزء اللي بعد كده عندي اسمه اورجن، العضو في جسمي. الاورجن، انت عندك اورجن ايه؟ عندي والله مثلا دكتور قلب، عندي مثلا رئه، عندي مخ، عندي مثانه، عندي معده، عندي امعاء. قلب يعني هارت، رئه يعني لونج، مخ يعني برين، مثانه يعني جول بلادر، البنكرياس اسمه بنكرياس عادي، المعده ستومك، ستومك، الامعاء انتستين، عندك الطحال سبلين، سبلين، الكلية كيدني، كلية اسمها كيدني، الكبد ليفر، ليفر، والرحم مثلا بنسميه يوترس. تمام، عندي كذا عضو اهو. العضو بقى بيتكون من ايه؟ قال لك جمع الاربع انسجه، هات الابيثيليال تيشو، وهات النيرفس تيشو، وهات الكونكتيف تيشو، وهات الماسكولار تيشو، هات الاربعه وجمعهم مع بعض يعملوا لك الاورجن. ولكن بشرط، مش لازم حضرتك تعملهم بنفس النسب. يعني هديك مثال، عضو مثلا يعني مثلا زي الرحم، اليوترس، الرحم نسبه كبيره قوي منه عضلات، هو عباره عن عضله، وفي بيخش في تركيبه نسيج عصبي عشان بتجيله الايه؟ الاشارات العصبيه من الجهاز العصبي انه ينقبض. طب هتجيله ازاي اذا لم يكن في نسيج عصبي؟ يبقى بيكون في جزء من النسيج العصبي اللي هو النيرفس تيشو، وبيكون في دم بيوصل له يغذيه، وفي الياف، ده كونكتيف تيشو، وبيتبطن ببطانه داخليه من الابيثيليال تيشو او النسيج الطلائي. يبقى اذا اكتر نسيج موجود في اليوترس هو الايه؟ هو الماسكولار تيشو. طب هات المخ، بالتفكير ايه اكتر نسيج موجود في المخ؟ اكيد النيرفس تيشو. شفت الموضوع سهل ازاي؟ يبقى اذا الاورجن كلها لازم شرط اساسي تتكون من الاربع انسجه، ولكن بشرط. ايه هو الشرط ده حضرتك؟ انه مش لازم يكونوا بنفس الايه؟ بنفس الايه؟
التركيز تمام او نفس النسبه. يعني هديك مثال، والله مدينه، المدينه دي مكانها على الساحل، موجوده في جزيره كده متحوطه بالميه من كل حته. يبقى اذا المفترض ان جيش المدينه دي يركز على حاجتين، سلاح الطيران وسلاح البحريه، المشاهده ما يلزموش. طب لو جبنا مدينه تانيه في الصحراء لازم يركز على سلاح المشاه. يبقى اذا تركيز الكتائب في الجيش ده غير ده، لان ده في مكان وده في مكان، وده ليه وظيفه وده ليه وظيفه، هكذا. يبقى الاورجن هو بيكون من اربعه بيزك تشو، ولكن ايه ان فاريس بروبورشن. ليه بقى حضرتك؟ قال لك بنسب مختلف عشان يؤدي وظيفه معينه. البرين ده وظيفته الاشارات العصبيه، فلازم يكون عنده كميه كبيره قوي من النسيج العصبي عشان يقدر يتحكم في جسمك. انما مثلا الرحم وظيفته الانقباض عشان يطلع الجنين او ينزل الدوره الشهريه. يبقى اذا لازم يكون في كميه كبيره من النسيج العضلي عشان خاطر يعمل كده. طيب جمع بقى اورجان مع اورجان مع اورجان، تبدا تعمل السيستم او النظام ازاي. كنا بنسمع عن الجهاز الهضمي دايجستيف سيستم، بيتكون من ايه؟ بيتكون من الماوث كافيتي، البق، الماوث كافيتي ادي اورجان، والبلعوم، البلعوم اسمه فارينكس ادي تاني عضو، والمريء اسمه ايسوفيجاس ادي تالت عضو، والمعده اسمها ستومك ادي رابع عضو، والامعاء اسمها انتستين ادي خامس عضو. شايف؟ يبقى اذا السيستم عباره عن اورجانيزيشن، مؤسسه من ديفرنت اورجانز. طب هل يا دكتور شرط اساسي ان الاورجان تكون متشابهه ولا مختلفه؟ لا، شرط اساسي انها تكون مختلفه، ديفرنت. ليه بقى؟ عشان انا بادي وظيفه معقده. يعني ايه معقده؟ معقده مش صعبه، معقده يعني بتتم على خطوات مترتبه على بعضها. الاكل حضرتك لازم الاول تمضغه في الماوث كافيتي، يبقى وظيفه الماوث كافيتي المضغ، الماستيكيشن، ثم بعدك تبلعه، سوالو، تبلعه عن طريق البلعوم وتنقله من البلعوم للمعده عن طريق المريء، يبقى ده النقل. وبعدين تهضمه، تنزل عليه حمض اتش سي ال وتقطعه وتدمره وتهضمه في المعده، ده اسمه دايجستشن، بتهضمه. وبعدين يروح الامعاء تمتص منه العناصر الغذائيه، ده اسمه ابزوربشن. يبقى وظيفه الامعاء امتصاص، وظيفه المعده الهضم، وظيفه المريء نقل الاكل، وظيفة البلعوم البلع، وظيفة الماوث كافيتي المضغ. شايف كذا مرحلة عشان تقدر تعمل دايجستيف سيستم يقدر يهضم الاكل بتاعك وتستفيد منه. يبقى اذا تعريف السيستم هو عباره عن اورجانيزيشن من ديفرنت اورجان، هو عباره عن مؤسسه من اعضاء مختلفه الشكل، مختلفه الايه؟ الوظيفه، بتادي كومبلكس فانكشن. كومبلكس فانكشن يعني وظيفه معقده وليست صعبه. كومبلكس فانكشن يعني وظيفه معقده. يعني ايه كلمه معقده؟ يعني مش معقده، لا، معقده يعني بتمر على كذا ايه؟ مرحله. طيب كده انا عرفت يعني ايه سيل، عرفت يعني ايه تيشو، عرفت يعني ايه اورجان، وعرفت يعني ايه سيستم. طب تعالى ركز بقى معايا كده، تعالى نتكلم شويه عن السل. طبعا انا كدكتور يا دكاتره لازم يكون عندي حاجه اسمها فيجوال ليرنينج. انا ما ينفعش اقعد اقرا واجيب الورق واخطط لك عليه، ودي مهمه ودي مش عارف ايه ودي كذا. انا فعليا كل سنه بدفع دم قلبي عشان استعين بحاجه اسمها 3 دي ليرنينج. انا دلوقتي عايز اعرف الخليه بتتكون من ايه، وريني الخليه 3 دي. انا بقدر اخليك تمسك الجسم كله من عضلات، من عظم، من كله في ايدك، بس الخليه ما اقدرش اخليك ايه تمسكها في ايدك، فاجيب لك اللي يخليك تمسكها في ايدك، فاجيب لك حاجه اسمها 3 دي موديل. اللي قدام حضرتك ده اسمه 3 دي موديل. ال 3 دي موديل ده يا دكاتره هو عباره عن موديل للخليه. حلو حلو، مما تتكون الخليه اللي قدام حضرتك بقى؟ ركز بقى معايا عشان ده مهم جدا. الخليه اللي قدامك دي عباره عن جزئين، ركز بقى. اول جزء يا دكاتره هو عباره عن غلاف الخليه الخارجي اسمه سيل ميمبرين. يبقى الخليه ليها غشاء من بره اسمه ايه؟ سيل ميمبرين. لو شلته يبان اللي جوه، شايف؟ يبقى الخليه ليها غشاء من بره اسمه ايه تاني؟ سيل ميمبرين. كمان مره اسمه سيل ميمبرين. طيب من جوه بقى، من جوه هلاقي بص حاجات كتير قوي، هلاقي ميه على عضيات على حاجات، دي بنسميها الماده الحيه للخليه، البروتوبلازم. يبقى اذا يا دكتور انا عندي حاجتين، ايه هما بقى حضرتك؟ والله عندك السيل ميمبرين غشاء الخليه، والنوع الثاني اسمه بروتوبلازم او الماده الحيه للخليه. يبقى انا عندي حاجتين اسمه بقى سيل ميمبرين او بروتوبلازم. يبقى اول حاجه الخليه عندي حاجتين، الغشاء الخارجي اسمه سيل ميمبرين، والمكونات الداخليه البروتوبلازم. عارف انت مثلا جلدك ده السيل ميمبرين، وعضلاتك بقى واعضائك ودمك والدهون واللي جوه ده كله اسمه بروتوبلازم، الماده الحيه. طيب انا كده فهمت الجزئيه دي، يبقى اذا لحد دلوقتي مفيش اي مشكله. طيب تعالى نطلع بره كده ونتخصص اكتر.
المادة الحية للخلية يا دكاترة، ركز بقى، المادة الحية للخلية بتتقسم لجزئين، البروتوبلازم بتتقسم لجزئين، جزء بنسميه السيتوبلازم وجزء تاني بنسميه النواة النيوكليوس. حضرتك عندك نيوكليوس، عندك نواة، دي مخ الخلية، وعندك السيتوبلازم. يبقى إذا أنا من بره الأول درست إن أنا عندي الخلية يا دكتور بتتكون من حاجتين، غشاء خارجي اسمه سيل ممبرين، ومادة داخلية المادة الحية اسمها بروتوبلازم، والبروتوبلازم اتقسم له جزئين، النواة نيوكليوس والسيتوبلازم. كلام جميل؟ كلام جميل. طب تعالى بقى كلمني عن مكونات النواة. خش كده جوه النواة، أهي أدي النواة أهي. النواة يا دكاترة تتكون من أربع مكونات. ان واحد يجي تقول لك هي الخليه مش لها غشاء، طب انا كمان عايزه غشاء، هو الخليه احسن مني في ايه؟ فاقوم اعمل للنواه غشاء اسمه نيوكليار ميمبرين او نيوكليار انفلوب، اسمه تاني نيوكليار ميمبرين او نيوكليار انفلوب، كمان مره اسمه نيوكليار ميمبرين او نيوكليار انفلوب. تمام، ده اول حاجه اللي اسمه غشاء النواه. كلام جميل. ثم بعد ذلك داخل النواه يا دكاتره بلاقي جوه حاجه اسمها النويه نيوكليولس، يبقى تاني مكون من مكونات النواه النويه او النيوكليولس. ثالث مكون من مكونات النواه هو الماده الصبغيه الكروموسومات الكروماتين، يبقى ثالث مكون عندك اهي قدامك الكروماتين او الماده الصبغيه اللي هي الكروموسومات. رابع حاجه بقى الدم بتاع الخليه نفسه، هو مش انت مش لسه مش عارف تقول لك ان جسمك فيه دم؟ عن طريق تتقل الاغذيه الخليه فيها دم اللي هو السيتوبلازم، بيكون في حاجه اسمها سيتوسول هشرح لك كمان شويه. نفس الشيء اللي بيكون فيه ارضيه جوه النواه دم سائل عن طريقه بتتحرك الكروموسومات والنوايا والكلام ده كله، ده اللي انا بزرقه وبحمره، ده اسمه ايه؟ اسمه نيوكليار ماتريكس. يبقى اذا انا عندي النواه بتتكون من اربع اجزاء، ايه هم الاربع اجزاء؟ اول جزء والله يا دكتور هو النيوكليار ميمبرين الغشاء الخارجي للنواه، تاني جزء هو النويه اللي هي النيوكليولس، ثالث جزء بنسميه الكروموسومات او الكروماتين الماده الصبغيه، رابع جزء النيوكليار ماتريكس او ارضيه الايه؟ النواه. طيب تعالى بقى كلمني عن السيتوبلازم. السيتوبلازم البردق بيتكون من ايه؟ ركز معايا، هشبه لك هنا ان الخليه دكاتره شبه جسمك بالظبط، خلينا شبه ايه؟ شبه جسمك بالظبط. فركز بقى معايا هنا كده دكاتره، كله يركز بقى معايا هنا، الخليه دكاتره شبه جسمك بالظبط. تمام تمام دكتور، وانا جسمي بيتكون من ايه؟ اول حاجه جسمك يا دكاتره بيحتوي على هيكل، هيكل عظمي. الهيكل ده بيديك وظيفتين، اول حاجه شكل، يعني انت راجل شكلك واقف شكل مهندم، الجمجمه بتاعتك فوق، بتمشي على رجلين، شكل دراعك، الانسان ليه شكل مميز، ربنا خلقه في احسن تقويم. غير مثلا هيكل الزواحف شبه التمساح، غير هيكل الطيور، غير هيكل الانعام اللي هو الحمير والبقر والجاموس والماعز وغيره. يبقى اذا اللي بيميز شكل الانسان الهيكل بتاعه، يبقى اول حاجه وظيفه الهيكل منتين الشيب، بيحافظ على شكلك. تاني حاجه الموفمنت الحركه، شوف انا عمال احرك ارفع ايدي وانزل ايدي، وانا لو ما كانش عندي هيكل وكنت عباره عن كائن هلامي هتحرك كده ازاي؟ يبقى اذا الهيكل بتاعك هو عباره عن عظم، والعظم وظيفته حاجتين، يحافظ على شكلك ويسمح لك بالحركه. الخليه شبهك في الجنرال هيستولوجي، احنا بنتعامل مع الخليه على انها جسم، جسم كامل. فالخليه شبهك عندها هي كمان هيكل. ايه هو هيكل الخليه؟ بنسميه سايتو سكيلتون. ما انت عندك حاجه اسمها هيومن سكيلتون، الهيكل الادمي هيومن سكيلتون. نفس الشيء الخليه عندها سايتو من خليه، سايت خليه يعني سايت، سايتو سكيلتون هيكل الخليه. بس الخليه ما عندهاش عظم، الخليه عندها ايه؟ عندها فيلامنت خيوط اند تيبيوز انابيب انيبات اللي بنسميه انيبيبات كده، يعني انابيب صغنطوطه كده. هل وهوريها لك كمان شويه 3D قدامك. طيب النقطه الثانيه، عندك جوه جسمك اعضاء، عندك قلب بيضخ الدم، عندك معده بتهضم، عندك امعاء بتمتص، عندك عضلات بتحركك. طيب لو جيت قلت لك بقول لك ايه، ما تسلفني القلب بتاعك يومين، هتعيش؟ مش هتعرف تعيش. طب بقول لك حاجه ثانيه، بقول لك ايه، هو ما ينفعش تسلفني المعده بتاعتك اسبوع؟ تقول لا ما اقدرش. يا عم طب شيل المعده بس والباقي الاعضاء هيمشوه هيولفوها بينهم، مش هينفع. ليه؟ لان المعده بتادي وظيفه معينه ما فيش غيرها بيأديه.
القلب بيأدي وظيفة معينة مفيش غيره بيأدي. القلب بيضخ الدم، هات له عضو تاني بيضخ الدم. المعدة بتهضم الأكل، هات له عضو تاني بيهضم الأكل. يبقى إذا الأعضاء الأورجانز اللي في جسمك هي فايتال ستراكشر، أعضاء حيوية essential for life، من غيرها أنت مش هتعيش. بيرفورم بتأدي particular function، وظيفة معينة. صح وأنا غلطان؟ صح. طيب إيه هو تصغير عضو؟ عضو تصغيره عضي أو عضية، يعني أورجان تصغيره أورجانال. الخلية صغنطوطة، هي عندها أعضاء زيك بس صغنطوطة، فنسميها أورجانيلز، عضيات. فجأة أقول لك عضيات الخلية هي عبارة عن أكتيف ستراكشر essential للايف بتاع السيل and perform بتأدي particular function. ليه؟ لأنها زيها زيك. زي ما أنت عندك والله حضرتك معدة بتهضم وجهاز هضمي بيعمل لك بروتينات، زي ما هي عندها برضو شبكة إندوبلازمية. زي ما أنت عندك إيه؟ طاقة وبتتحرك، هي عندها الميتوكوندريا بتديها الطاقة وتتحرك. يبقى إذا في حاجة اسمها سيتوبلازميك أورجانيلز، عضيات الخلية. زي ما أنت عندك هيومن أورجانز، أعضاء الإنسان. حلو. زي ما العضو في جسمك الهارت فايتال ستراكشر، حاجة حيوية إسينشال لللايف بتاعتك، بيرفورم ديستينكتيف أو بارتيكولار فانكشن، بيأدي وظيفة معينة ومحددة ما فيش غيره بيأديها. الخلية برضو عندها سيتوبلازميك أورجانيلز بتأدي الوظائف بتاعتها. النقطة الثالثة، الاعضاء دي بتتغذى بايه؟ والله الاعضاء دي يا دكتور بتتغذى بالدم. التغذيه والاكسجين بيوصلها عن طريق مين؟ عن طريق الدم. كلام جميل. انا عندي دم ناقص، بقى تقول لي الخليه عندها دم؟ اه الخليه عندها دم، بس الدم بتاع الخليه بنسميه سيتوسول. انت دمك بينقل الاكسجين والنيوتريشن التغذيه لكل اعضاء جسمك، والخليه برضو عندها حاجه اسمها سيتوسول، ميه جوه الخليه بتنقل النيوتريشن وبتنقل الاكسجين لباقي عضيات الخليه عشان تغذيها. الله، تتصدق فعلا الخليه شبه جسمي بالظبط؟ اه فعلا الخليه شبه جسمك بالظبط. طب حلو، تعالى بقى في الحته اللي جايه دي. انا يا دكتور مثلا بشرتي داكنه لونها اسود، وصاحبي يا دكتور بشرته بيضة لونه ابيض، يبقى اذا الميلانين عندي اكتر منه. هل ده معناه ان انا هموت؟ لا، الميلانين موجود خير وبركه، مش موجود عادي. طب يا دكتور انا تخين عشان باكل سكريات كتير وحاجات من دي، وصاحبي بتاع الجيم بقى فيتنس ما بياكلش سكريات وعامل جيم وبيقلل من الكربوهيدرات وكله اكله بروتين، هل انا كده هموت؟ لا. يعني التخين هيموت؟ لا. يعني الرفيع هيموت؟ لا. الله، يعني تقصد ايه بقى؟ اقصد اقول لك ان في حاجات جوه جسمك مش ضروريه لحياتك، وجودها اهلا وسهلا، مش موجوده يا سيدي ان شاء الله ما جت. سبب الدهون، هو التخين ده اللي عنده دهون ده، هل الدهون دي الرفيع من غيرها هيموت؟ لا. طب وجودها عنده اصلا مضايقه وهو عايز يشيلها، فهي حاجه اسمها انكلوجن. انكلوجن يعني حاجه ملهاش لازمه، حاجه وجودها زي عدمه. والله انا مش محتاجه في حاجه، موجوده خير وبركه، مش موجوده مش هاممني. يبقى اذا جسمك بيتكون من سكيلتون واورجانز وبلاد وانكلوجنز، اللي هو السكر والدهون الليبيد والحاجات دي كلها حاجات غير ضروريه. كذلك الخليه بتتكون من سكيلتون سيتوسكيلتون، من اورجانيلز عضيات مكان الاعضاء اللي عندك، من سيتوسول ميه مكان الدم اللي عندك، ومن انكلوجن برضو هي برضو بيكون فيها فات برضو دهون، ويكون فيها سكر برضو حاجات هي مش عايزاها. طيب تعالى بقى معايا انا كده، بص بقى يا شباب معايا كده. دي صوره انا بوريك قد الخليه. الخليه عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين، ليها غشاء خارجي بنسميه سيل ميمبرين، والماده الحيه اللي بنسميها البروتوبلازم. والبروتوبلازم بتتقسم لحاجتين، حاجه بنسميها النواه وحاجه بنسميها السيتوبلازم. طيب تعالى بقى، النواه ليها اربع حاجات، ليها غشاء خارجي اسمه نيوكلير ميمبرين او نيوكلير انفلوب، ليها النويه الداخليه، ليها الكروماتين الماده الصبغيه، وليها النيوكلير ماتريكس او الارضيه بتاعتها. طيب السيتوبلازم بيتكون من ايه؟ اتفقنا بقى، اول حاجه السيتوسول. السيتوسول هو عباره عن سائل سيمي فلويد، سائل كده حضرتك. طب فين يا دكتور السائل ده؟ تعالى بقى عشان اوريك انا، عشان كده انا بحب الفيجوال اناتومي، انا بعشق حاجه اسمها فيجوال اناتومي. بص يا دكاتره انا معايا كده، تصدق بدات تبان؟ شايفين الميه دي؟ الميه اللي في الارضيه دي اهي، الميه دي شايفينها اللي انا بزرعها دي؟ ده السيتوسول، ده الدم بتاع الخليه اللي عن طريقه التغذيه توصل للميتوكوندريا، توصل للشبكه الاندوبلازميه، توصل للنواه، توصل لغيره. يبقى اذا بديل الدم في جسمك السيتوسول،
ده رقم واحد. رقم اتنين، تعالى بقى معايا، الاعضاء بتاعت جسمك ايه هي الاعضاء الاورجانيلز الموجوده في الخليه؟ الميتوكوندريا مسؤوله عن انتاج الطاقه، ضروريه جدا لحياه الخليه. الشبكه الاندوبلازميه المسؤوله عن انتاج البروتين والدهون، ضروريه لحياه الخليه. جهاز جولوجي المسؤول عن تعديل البروتين وتنميه الخليه، ده من ضمن اعضاء الخليه. يبقى دول بسميهم ايه؟ دول اسمهم سيتوبلازميك اورجانيلز، اعضاء عند الخليه زيها زيك. فايتال ستراكشر، ضروريه لحياه الخليه. اسينشال لللايف. بيرفورم ايه؟ بارتيكولر او ديستينكتيف فانكشن. طب كلام جميل، نيجي لهيكل الخليه. الخليه لها هيكل؟ اه الخليه لها هيكل. بص في الصوره الجميله دي هتلاقي ان اللي بيحافظ على شكل الخليه، شايف عندنا ايه؟ عندي خيوط فيلامنت وعندي انابيب تبيولز. هيكل الخليه عباره عن انابيب وخيوط، مش عباره عن عظم. وبالتالي اللي بيحافظ على شكل الخليه، عارف انت لما تيجي تصب سقف، السقف ده بيبقى معمول هيكل من الحديد. نفس الشيء تحت السلم ممبرين اللي هو الغشاء ده، في هيكل زي ما انت شايف اهو. الهيكل ده من الخيوط ومن الانابيب، ده المسؤول انه منتين الشيب يحافظ على شكل الخليه والموفمنت بتاعت الخليه. الله، ده الموضوع جميل خالص. اخر حاجه الانكلوجنز. يعني ايه انكلوجنز بقى؟ الزيادات. الخليه دي فيها شويه دهون اكتر من الخليه الثانيه، مش فارقه معايا، نوت اسينشال. عايز تشيلهم شيلهم، عايز تسيبهم سيبهم. فيها سكر اكتر من الخليه الثانيه، مش فارق معايا. ومن هنا باجي اقول لك بقى ان مكونات الخليه، السيتوسول ده الدم اللي هو السيمي فلويد، السيتوبلازميك اورجانيزم عضيات الخليه، اكتيف ستراكشر اعضاء حيويه، اسينشال فور ذا سيل ضروريه لحياه الخليه، بيرفورم ديستينكت فانكشن. السيتوسكيلتون هيكل الخليه، بيتكون من تبيول وفيلمنت، منتين الشيب بيحافظ على شكل الخليه، والسيل موفمنت حركه الخليه شبهك بالظبط. الانكلوجن حاجات بقى زياده ملهاش لازمه، زي ايه؟ قال لك زي ستورد نيوترينت، شبه ليه؟ الاغذيه، الدهون، السكريات، البيجمنت. البيجمنت ليه؟ الصبغات. والله انا لوني دارك سكن، انا لوني غامق وصاحبي لونه ابيض فاتح، هل فيها ضرر عليا ان انا لوني غامق؟ لا. هل صاحبي فيه ضرر عليا ان هو لونه فاتح؟ لا. دي حاجات انكلوجن، وجودها خير وبركه، عدمها برضو خير وبركه. طيب دي مكونات الخليه، هنتكلم عنها ان شاء الله بعدين. طيب تعالى بقى نتكلم عن حاجه اسمها سيل ميمبرين، غشاء الخليه. نركز في الحته دي عشان ده مهم جدا 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 جدا. السيل ميمبرين او غشاء الخليه، ركز بقى معايا عشان اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا. بص يا شباب، اي خليه لازم تكون متحوطه بغشاء اسمه سيل ايه؟ اسمه سيل ميمبرين. اي خليه لازم تكون متحوطه بغشاء اسمه ايه تاني؟ سيل ميمبرين. ليه اسماء تانية؟ حاجه بنسميها بلازما ميمبرين، الغشاء البلازمي، او بلازما لما. يعني السيل ميمبرين ليه اسمين تانيين، اما بلازما ميمبرين او بلازما لما. كلام جميل، كلام جميل. طيب ركز بقى في الحته اللي جايه دي كويس قوي قوي قوي. دكتور تعالى مع بعض ايه، نرسم كده الخليه. ركز معايا كده في اللي جاي ده، تعالى مع بعض نرسم خليه. فرضا يا سيدي، الاول بسم الله هرسم لك خليه هنا اهو. ادي خليه رسمتها لك اهي، حلو كده. ده الغشاء من ده السيل ميمبرين بتاعها، صح كده؟ تمام. وده اللي جوه، تمام تمام، حلو قوي. احنا اتفقنا يا دكاتره ان انا دلوقتي الخليه اما اشوفها باللايت ميكروسكوب او اما انا اشوفها بالايه، بالالكترون ميكروسكوب، صح؟ صح. طيب تعالى بقى، السيل ميمبرين بيظهر تحت اللايت ميكروسكوب يا دكتور ولا ما بيظهرش؟ وبيظهر تحت الالكترون ميكروسكوب ولا ما بيظهرش؟ فتعالى مع بعض ارسم لي كده يا دكتور السيل ميمبرين تحت اللايت ميكروسكوب. حاضر من عينيا، رسمته اهو. هتستعبط؟ فين السيل ميمبرين حبيبي؟ انت اللي بتستعبط. السيل ميمبرين السمك بتاعه عباره عن 9 نانومتر، يعني متخيل؟ يعني 9 اجزاء من مليار جزء من المتر، 9 نانومتر، فيري ثين، رفيع جدا. اللايت ميكروسكوب كحيان عمرك ما هتشوفه بيه. يبقى اذا اول نقطه مهمه جدا، السيل ميمبرين نوت فيزبل باي لايت ميكروسكوب، انا مش هشوفه باللايت ميكروسكوب. ايه ده بجد؟ يعني انا لو جبت خليه وحاولت باللايت ميكروسكوب اشوف السيل ميمبرين مش هشوفه؟ لا مش هتشوفه، لانه فيري فيري ثين، رفيع. طب خلاص بقى يا دكتور، اذا كان كده نلجأ لمين؟ للحراق، صح؟ طيب مين الحراق؟ الحراق هو الالكترون مايكروسكوب. حلو قوي. طيب الالكترون ميكروسكوب طالما حراق، الراجل هيفتح لك كل الاوبشنز. عارف انت الله يديك الصحه بقى كان بيقول لك ايه؟ انا ما عنديش حاجه ببلاش،
هتدفع فلوس هوريك اللي عمرك ما شفته. كذلك نفس الشيء ايه اللي بيحصل بقى يا دكاتره؟ اللي بيحصل عندي كالاتي، الالكتروميكروسكوب على حسب فلوسك، في حاجه اسمها لو ماجنيفيكيشن تكبير محدود، في حاجه اسمها هاي ماجنيفيكيشن تكبير غير محدود، على حسب فلوسك يا برنس، انت وفلوسك يا اكسبنسر. لو انت حضرتك والله معاك فلوس كتير افتح لك الهاي ماجنيفيكيشن التكبير غير محدود، ولو انت فلوسك على قدك هفتح لك اللو ماجنيفيكيشن اللي هو التكبير الايه؟ التكبير المحدود. كلام جميل؟ حلو. طيب نبتدي يا عم، احنا فلوسنا على قدنا، نبتدي باللو ماجنيفيكيشن. لو حاولت اشوف السلم برين باللو ماجنيفيكيشن هيبان لي بالشكل ده يا دكاتره، وركز بقى كله، يركز بقى معايا، هيبان بالشكل ده يا دكاتره اهو. دكتور هو ايه اللي انا شايفه قدامي ده؟ اللي انت شايفه قدامك ده هو عباره عن ثن دارك لاين، خط رفيع غامق بس. بس يبقى اذا لو هستخدم لايت ميكروسكوب مش هيبان اصلا السلم برين لانه رفيع جدا 9 نانو. طب لو جيت ابص تحت الالكترون ميكروسكوب على حسب فلوسك باللو ماجنيفيكيشن هيبان معايا يا دكتور على هيئه ايه حضرتك؟ على هيئه ثن لاين، ثن دارك لاين، خط اسود غامق. صعب الكلام ده؟ طب حلو قوي. طيب خلينا نتفق مع بعض اتفاق، تحت الميكروسكوب يا دكاتره لو شفت حاجه غامقه بسميها، اكد على الحته دي بالله عليك، الكترون دنس لاين. تاني، لو شفت خط غامق تحت الميكروسكوب ايه؟ الكترون دنس لاين. طيب ولو شفت منطقه فاتحه تحت الميكروسكوب هسميها الكترون ليوسنت. الاول بالراحه، الكترون نسبه للالكترون ميكروسكوب، ودنس يعني دارك يعني غامق، لاين خط اري اي حاجه بقى. طيب الكترون يعني الكترون ميكروسكوب، ليوسنت يعني فاتح. طيب يبقى اذا والله حضرتك بتحت اللو ماجنيفيكيشن هيبان لك السلم من بنهايه ثن دنس لاين، خط رفيع غامق، ثن دنس لاين، خط رفيع ايه؟ غامق. طيب لو جيت بقى ازوم، ركز معايا، قلت لك مش هينفع معايا، انا عايز استخدم الهاي ماجنيفيكيشن. فلما جيت يا ولاد استخدم الهاي ماجنيفيكيشن، وركز في حته كده بالله عليك بقى، لما جيت استخدمت الهاي ماجنيفيكيشن اتفاجئت ان الراجل ده ما طلعش خط واحد، امال يا دكتور؟ ده طلع عباره عن ثلاث مناطق. كم منطقه؟ ثلاث مناطق، اتنين دنس اتنين غامقين، واحدة ليوسنت واحدة فاتحة، وهذا ما يسمى بالمظهر الثلاثي او تراي لامينر ابيرن. سؤال امتحان. يبقى باللايت ميكروسكوب ما كانش باين، بالالكترون ميكروسكوب باللو ماجنيفيكيشن كان خط واحد اسود غامق، اسود غامق، ثن دنس لاين. طب بالهاي ماجنيفيكيشن بان تراي لامينر ابيرنس، بان حضرتك ثلاث خطوط، بان كم خط؟ ثلاث خطوط، اثنين الكترون دنس وواحد الكترون ليوسد. فيجي لك السؤال في الامتحان، وجه الفاينل السنه اللي فاتت، السؤال ده يا دكاتره جه في فاينل دفعه 2019 اللي هو دفعه 46، جالهم كان في الام سي كيو اللي هو الاختياري، جه ميد ترم السنه اللي فاتت، وجه فاينل السنه اللي فاتت، والدفعه السنه اللي قبلها كان جالهم ميد ترم وفاينل، وجه في السمر اللي فات ده. قال لهم كده ذا تراي لامينر ابييرنس، المظهر الثلاثي الطبقات، وفي السلم برين ابير ان، بيظهر فيه لايت ميكروسكوب لو ماجنيفيكيشن، لايت ميكروسكوب هاي ماجنيفيكيشن، الكترون ميكروسكوب لو ماجنيفيكيشن، الكترون ميكروسكوب هاي ماجنيفيكيشن. دكتور ما تستعبطش، لايت ميكروسكوب لو ماجنيفيكيشن ولايت ميكروسكوب هاي ماجنيفيكيشن مش موجودين اصلا، هو لايت ميكروسكوب بس ما بيبانش فيه. طب الكترون ميكروسكوب لو ماجنيفيكيشن كان سندنس لاين، طب هاي ماجنيفيكيشن تراي لامينر ابييرنس، يبقى اذا ده السؤال اللي جه في الامتحان، يبقى هختار الاجابه الكترون ميكروسكوب هاي ماجنيفيكيشن. طيب تعالى بقى ركز كده معايا، تعالى نبص مع بعض، نجيب بقى ايه الخليه، تعالى انا وانت زي الشطار بقى كده، تعالى زوم يا دكتور، زوم اكتر، زوم اكتر، ادي الكترو دنس والكترو دنس ومنطقه ليوسن. تصدق طلع معاك حق، ده طلع فعلا كام طبقه؟ ثلاث طبقات. طيب ركز معايا، مما يتكون بقى لما جيت بصيت في السلم برين يا دكاتره، وركز بقى في الاجابه، لقيت فينا ايه؟ كور، ايه شايفين الكور دي؟ في كور، ايه
الكور دي هي عبارة عن رؤوس من الفوسفيت، ولقيت جوه هنا خيوط اهي بس مش عارف ايه دي، فركز بقى وتعالى معايا بره، ركز معايا. الاول يا دكتور، هل في ميه جوه الخليه ولا لا؟ احنا لسه متفقين ان في ميه جوه الخليه. طب ايه هي الميه جوه الخليه؟ السيتوسول يا ابني، واحنا مش لسه متفقين ان في ميه جوه الخليه؟ اه تصدق صح. فهتلاقي هنا ايه؟ في ميه موجوده جوه الخليه. الميه دي حضرتك بنسميها ايه؟ بنسميها سيتوسول. يبقى ركز بقى معايا كده، يبقى اذا انا عندي هنا ميه جوه الخليه، كلام جميل. هل في ميه بره الخليه؟ اه طبعا في ميه بره الخليه. ايه ده بجد؟ طب فين الميه اللي بره الخليه يا دكتور؟ اللي هو الدم ما فيهوش ميه؟ الدم 90% منه ايه؟ ميه. يبقى اذا برضو عندي ايه؟ عندي ميه بره الخليه. الله. يبقى اذا انا عندي ميه بره الخليه وميه جوه الايه؟ ميه جوه الخليه. حلو؟ حلو جدا. طيب بالنسبه بقى دي الجزئيه دي. طيب تمام. يبقى احنا اخر جزئيه اتكلمنا فيها ان انا جوه الخليه عندي ميه وبره الخليه عندي ايه؟ ميه. طيب السيل ممبرين اتفقنا هو بيتكون من ثلاث طبقات، تراي لامينار ابييرنس، اثنين الكترون دنس، وواحده الكترو ليوسنت. كلام جميل. نيجي بقى نزوم في المنطقه دي، ركز بقى معايا. لقيت ايه بقى؟ لقيت على الطبقه الخارجيه والطبقه الداخليه من السيل ممبرين كور كده حضرتك. الله. الكور اللي انت لسه شايفها من شويه في 3 دي موديل دي هي عباره عن ايه؟ قال لك الكور دي هي عباره عن رؤوس من الفوسفيت. الله. طب ليه انت حاطط رؤوس الفوسفيت على الطبقه الخارجيه والداخليه، يعني هما الطبقتين اللي بره السيل ممبرين؟ قال لك لان الفوسفيت ماده هيدروفيليك، ماده محبه عاشقه للماء، فلما تكون ناحيه الميه جوه الخليه وناحيه الميه بره الخليه يبقى اذا هتخلي السيل ممبرين يجيد التعامل مع الميه سواء جوه الخليه او بره الخليه. ومن كده يبقى اول جزء من تكوين السيل ممبرين هي عباره عن كور او رؤوس من الفوسفيت، عباره عن فوسفيت هيد. تمام كده؟ كلام جميل. كام طبقة يا شباب؟ واحدة جوه وواحدة بره. يبقى إذا أنا عندي باي لير، طبقتين أوف الإيه؟ أوف الفوسفيت هيد. صعب الكلام ده؟ طيب السؤال بقى، هل الفوسفيت ده جوه السيل ممبرين في المنطقة الفاتحة ولا بره السيل ممبرين في المناطق الداكنة؟ قال لك بره السيل ممبرين. يبقى إذا مكانهم أوت وورد، يبقى أنا عندي فوسفيت هيد أوت إيه؟ أوت وورد. كلام جميل، كلام جميل. النقطة الأخيرة، هل الفوسفيت محب للماء ولا كاره للماء؟ لا يا دكتور، محب للماء. البدالين أنا حاطه ناحية المية، يعني هيدرو من الميه، من هيدرو متهيدره يعني فيها ميه، فيلك. يبقى اذا تكوين السيل ممبرين بيحتوي على هيدروفيلك فوسفيت هيد اوت وورد، يعني عندي فوسفيت هيد هيدروفيلك محب الميه واوت وورد. طب جوه هنا بقى، جوه السيل ممبرين، هو ده النقطه بقى. قال لك يا دكتور جوه السيل ممبرين ما عنديش فوسفيت هيد. الله. امال عندك ايه؟ اكتشفت ان جوه السيل ممبرين في خيوط من الدهون، من الليبد، من الدهون، من الفاتس. فقال لك بص كده الشكل اللي قدامك ده، ركز كده، الشكل اللي قدامك بمشي عليه بالماوس ده عامل شبه الطياره اللي كنا بنعملها، ليها راس وليها ديل. قال لك يبقى ده ديل من الدهون، فده هنسميه فاتي اسيد تيل، يعني ديل من الاحماض الدهنيه. طب الفات يعني الليبد. ركز كده معايا. يبقى اول حاجه انا عملت ايه؟ طبقتين من الهيدروفيلك فوسفيت هيد ان وورد جوه ولا اوت وورد بره؟ اوت وورد. طب جوه ان وورد عملت برضو طبقتين، تو لير اهم، طبقتين من الفاتي اسيد تيل. طب الفاتي اسيد هنا بقى المره دي ان وورد ولا اوت وورد؟ ان وورد يا دكتور، جوه. يبقى انا عندي فاتي اسيد جوه ان وورد. كلام جميل. كام لير؟ تو لير، باي لير، طبقتين.
طب الفاتي اسيد الدهون بتحب الميه ولا بتكرهها؟ جرب كده تحط معلقه زيت في الميه هتدوب. لا ما بتدوبش، يبقى بتكره الميه، يبقى هيدروفوبيك. هيدروفوبيك كلمه فوب يعني بخاف منها بكرهها، هيدروفوبيك يعني كاره للماء. يبقى تكوين السيل ميمبرين عندي هيدروفيلك فوسفيت هيد اوت وورد بره، سواء الميه اللي اكسترا سيلر اللي هي بره الخليه، اكسترا بره الخليه، سيلر يعني الخليه، او جوه انترا سيلر جوه الخليه الميه، والله سواء هنا او هنا فوسفيت هيد. وعندك هيدروفوبيك يعني هيدرو يعني كاره للماء، فاتي اسيد او ليبيد تيلز ان وورد. والسؤال ده جه في الامتحان قال لهم تكوين السيل ميمبرين، وحطهم بين قوسين كده، هيدروفوبيك فاتي اسيد تيل اوت وورد. لا الكلام ده غلط، المفروض ان وورد. طب قال لهم في الاختيار الثاني هيدروفوبيك فوسفيت هيد اوت وورد، الكلام ده غلط، المفروض هيدروفيلك هي بتحب الميه. طب هيدروفوبيك فوسفيت هيد ان وورد، الكلام ده غلط، هي هيدروفيلك واوت وورد. طب قال لهم هيدروفوبيك فاتي اسيد ان وورد، الكلام ده صح، لانها فعلا هيدروفوبيك تكره الميه، وهي فاتي اسيد وان وورد جواه زي ما هي. يبقى اذا عندي طبقتين من الفوسفيت وطبقتين من الايه؟ من الفاتي اسيد اللي هي الليبيد. ومن هنا قال لك تكوين السيل ميمبرين هو عباره عن باي لاير، طبقتين من الفوسفيت اللي هو فوسفو والدهون الليبد. ومن هنا تكوين السيل ميمبرين فوسفوليبد، تكوين السيل ميمبرين فوسفوليبد، هيدروفيليك فوسفيت هيد اوت وورد، وهيدروفوبيك فاتي اسيد تيل ان وورد، والاثنين باي لاير، عشان كده قلنا باي لاير اوف فوسفيت فوسفوليبد. انا اسف. تمام، كلام جميل. طيب طب انا دلوقتي يا دكتور جمعتهم، عايز بقى الزقهم في بعض. بلزقهم بقى ازاي؟ بجيب مادة الكوليسترول، بجيب مادة الايه؟ الكوليسترول، وبلزق، ركز في الحتة كده عشان دي مهمة قوي. تاني بجيب مادة الكوليسترول وبلزق الفوسفوليبيد ببعض ازاي؟ بص كده معايا، بحط هنا كوليسترول اهو، هنا كوليسترول تاني اهو، هنا كوليسترول تالت. الله، يعني كاني بحط واحده فوسفوليبيد وواحده كوليسترول، واحده فوسفوليبيد وواحده كوليسترول، واحده فوسفوليبيد وواحده كوليسترول، وهكذا. عشان كده بقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان نسبه الكوليسترول للفوسفوليبيد بنسبه 1:1. اللي عامل لك الهيكل الباك بون بتاع السيل ميمبرين هو الفوسفوليبيد، اللي هو عباره عن هيدروفوبيك فاتي اسيد تيل ان وورد، وهيدروفيليك فوسفيت هيد اوت وورد. انا عمال بكرر كتير، احفظ معايا. وبنسبة 1:1 الاثنين مع بعض، بنسبة 1:1 هحط كوليسترول، عشان بالظبط لما تبني ايه؟ جدار، طوبة اسمنت، طوبة اسمنت، طوبة اسمنت، طوبة اسمنت، صح كده؟ نفس الشيء فاتي اسيد، اسف، فوسفوليبيد كوليسترول، فوسفوليبيد كوليسترول. فميزة الكوليسترول بقى انه بيلزق الفاتي اسيد ببعض، وكمان بيمنع مرور المية او مرور اي حاجة من السيل ميمبرين. الراجل ده محترم. يبقى اذا تعالى بقى هنا معايا في الداتا، دي صورة التراي لامينر ابيرنس اوف السيل ميمبرين. والله يا واحد ايه عندك؟ والله الكترودنس، والكترودنس في النص الكترو ايه؟ الكترونيوسن، صعب الكلام ده. باللو ماجنيفيكيشن دنس ثين لاين، طب بالهاي ماجنيفيكيشن تو الكترودنس لاين، صعب الكلام ده، كلام جميل. طيب تركيبك يا معلم، قالك بتكون من جزئين إيه بقى؟ اول حاجه بتكون من طبقتين من الفوسفوليبيد، باي لاير فوسفوليبيد، فوسفيت هيد اوت وورد ناحيه بره، هيدروفيليك محبه للماء، وفاتي اسيد تيل اللي هو الليبيد ان وورد ناحيه جوه، هيدروفوبيك كارهه للماء. صعب الكلام ده يا اخوانا، دي صوره ايه جميله. طيب ركز بقى معايا في الجزئيه اللي جايه دي، هعمل بس بوز لي الفيديو بتاعي. نرجع هنا دكاترة عشان نشوف، ادي موديل 3D للسيل ميمبرين. هتلاقي بقى من بره عندك
هيدروفيليك فوسفيت هيد اوت وورد ناحيه بره، سواء بقى اكسترا سيلولر بره الخليه او حتى انترا سيلولر جوه الخليه. تمام. وفي النص هنا في فاتي اسيتيل هيدروفوبيك ان وورد، فانا عندي طبقتين من الفوسفيت صح وطبقتين من الفاتي اسيد، يبقى اذا فوسفيت وليبيد، ما الفاتي اسيد دي ليبيد، فوسفيت وليبيد يبقى فوسفوليبيد باي لير. تمام كلام جميل. في النص بحط بينهم ايه بقى؟ كوليسترول. ده هتلاقي هنا في النص هنا كوليسترول ليه بيلزق ما بين الفاتي اسيد طيل، حط واحده فوسفوليبيد مع كوليسترول، فوسفوليبيد مع كوليسترول، بس عشان الموديل 3 دي مش ادق حاجه. تمام. طيب ركز بقى في الحته اللي جايه دي، عشان الحته اللي جايه دي هنا مهمه جدا جدا جدا. لو رجعت افرجك وافكرك، فاكرين لما كنا بنتكلم الخليه بيكون ليها سيل ايه؟ سيل ميمبرين صح؟ تعال ركز معايا، ادي السيل ميمبرين، ادي غشاء الخليه، شايفينه؟ طيب لما تيجي تخش، ركز بقى معايا كده، لما تيجي تخش تزوم هتلاقي ان الخليه ليها الدم بتاعها اللي كنا بنسميه ايه؟ سيتوسول. برافو عليك. وكان عندك ايه؟ دي كلها على بعضها بنسميها الماده الحيه اللي هي اسمها ايه؟ بروتوبلازم، اللي كانت اتقسم لحاجتين، النوانح جوه اللي بنسميها النيوكليوس والسيتوبلازم اللي بره. وقلنا السيتوبلازم فيه سيتوسول، في اورجانيلز شبه مثلا ايه؟ الاندوبلازميك ريتيكولم، الشبكه الاندوبلازميه مثلا، او شبه الايه؟ اللي بنسميها الميتوكوندريا، او عم جولجي، سوري ده جولجي ابريتس، ده جولجي ابريتس، انما دي الشبكه الاندوبلازميه. تمام. وادي جوه النيوكليوس اللي كان ليها نيوكليير ميمبرين او نيوكليير انفلو، ليها النيوكليولس، ليها طبعا هنا الماده الصبغيه بتاعتك او الكروماتين اللي بتبقى على شكل كروموسومات، وليه هنا النيوكليير ايه؟ النيوكليير ماتريكس. كلام كده كلام جميل. طيب تعالى بقى ارجع بقى معايا تاني، احنا اتفقنا مع بعض سوا هنا ايه؟ ادي الايه؟ الطبقتين من الفوسفو ايه؟ الفوسفوليب. طب الكوليسترول، قلنا الكوليسترول ما بين الفوسفوليب بنسبه كام؟ 1:1 بس، مش عايز حاجه ثانيه. طب نيجي بقى للبروتين. يا دكتور هل انا عندي بروتين؟ انت عندك بروتين، وركز بقى عشان الحته دي مهمه قوي قوي قوي. انا عندي بروتين موجود في الفوسفوليبيد باي لير، اكرر ثاني، انا عندي بروتين موجود في الفوسفوليبيد باي لير، فين مكان البروتين؟ قال لك عندك نوعين من البروتين، اما بروتين جانبي سطحي على سطح من الاثنين، هو مش السيل ميمبرين ليه سطحين؟ ليه سطح خارجي اكسترا سيلولر وليه سطح داخلي انترا سيلولر صح؟ قال لك بص بقى، ممكن اجيب لك نوع من البروتين، النوع ده يا دكاتره خلينا نقول لك باللون الفايلوت، بيبقى موجود اما على السطح الخارجي اللي هو الاكسترا سيلولر او الاكسترنال سيرفيس، واما على السطح الداخلي اللي هو الانترنال سيرفيس. النوع ده من البروتين بنسميه بريفرال بروتين او بروتين جانبي، بروتين سطحي. يبقى اول نوع من البروتين اسمه ايه؟ بريفرال بروتين، البروتين الجانبي او البروتين السطحي. مكان البروتين ده على سطح من الاثنين، اما على السطح الخارجي او على السطح الداخلي من السيل ميمبرين، وغالبا على السطح الخارجي الاكسترا سيلولر سيرفيس. تمام كده؟ تمام. حد عنده اي مشكله يا اخوانا؟ حد عنده مشكله؟ تمام. طب حلو قوي. طيب ركز بقى معايا، سوري اسف معلش، غالبا على الانترا سيلولر السطح الداخلي، هو نادرا ما يكون على السطح الخارجي، هو غالبا على الانترا سيلولر، يعني غالبا بيكون ناحيه ايه؟ ناحيه جوه، نادرا ما بيكون ناحيه بره. طيب النوع الثاني من البروتين بقى، ركز معايا، بيبقى واخد الممبرين كله، شايفين؟ يعني ده جوه السيل ميمبرين. يعني انا عندي النوع الثاني من البروتين اسمه ايه؟ انتجرال بروتين، بروتين ضمني داخلي، ده نوع من البروتين جوه السيل ميمبرين. يبقى اذا انا عندي بريفرال بروتين ده على سطح من الاثنين، اما اكسترا سيلر او اما انترا سيلر، وغالبا في السطح الداخلي بتاع الخليه. طب النوع الثاني بقى اسمه انتجرال بروتين، ده داخلي الممبرين نفسه. طب خد بقى الحته اللي جايه دي، في نوع ثالث بنسميه ترانس ميمبرين بروتين، ركز كده معايا تاني، نوع تالت اسمه ايه تاني؟ ترانس ميمبرين بروتين، ده عباره بقى المره دي عن ايه؟ عن بروتين، البروتين ده بقى ايه؟ جوه وبره الاثنين، بيعبر الايه؟ بيعبر السيل ميمبرين. طب يا دكتور فكر معايا بالراحه، واحنا اتفقنا بره السيل ميمبرين هنا ناحيه جوه الخليه في ميه، وبره السيل ميمبرين ناحيه بره الخليه في ميه، ان حلوه قوي. وبالتالي لو في حاجه بارزه ناحيه الميه تبقى هيدروفيليك ولا هيدروفوبيك؟ هيدروفيليك يا دكتور. يبقى اذا البريفرال بروتين هيدروفيليك. طب تعالى هنا، البروتين اللي هو الانتجرال اللي جوه السيل ميمبرين هل هو برز بره؟ لا، يعني ليه شم ناحيه الميه دي؟ لا، والميه دي لا، يبقى ده هيدروفوبيك. طب يبقى لو جينا ناحيه الترانس ميمبرين اللي هو العابر للميمبرين
هقول لك لا يا دكتور بقى، الترانس ميمبرين ده هيبقى عبارة عن جزئين، جزء بارز بره ده هنسميه هيدروفيليك بارت بيحب الميه، وجزء جوه هيدروفوبيك ايه بارت. صعب الكلام ده؟ يبقى الترانس ميمبرين بيكون كام جزء؟ اتنين، جزء هيدروفيليك وجزء ايه هيدروفوبيك. الهيدروفيليك هو اللي بره والهيدروفوبيك هو اللي ايه اللي جوه. طيب ايه ميزه او وظيفه ده؟ هو انا ليه من الاخر عندي ترانس ميمبرين؟ قال لك لان الراجل ده بيتفتح جواه قناه بالشكل ده كده، فتقوم ساعتها اي حاجه عايزه تعدي من جوه الخليه لبره الخليه تعدي من القناه دي، واي حاجه عايزه تدخل من بره الخليه لجوه الخليه تدخل برضه منين؟ من القناه دي. يبقى بالراحه انا عندي كده البروتين تاني، عندي نوعين من البروتين، بريفرال بروتين موجوده على سطح واحد اما اكسترا او جوه الخليه، وغالبا هو هيبقى جوه انما اكسترا بيبقى قليل. النوع الثاني اسمه انتجرال، بيكره الميه، عدو الليفه جوه الممبرين بس. النوع الثالث اسمه ترانس ممبرين كبير، جمع الانتجرال والبريفرال مع بعض، فبيتكون من جزء هيدروفيلك ناحيه الميه وجزء هيدروفوبيك جوه الممبرين، وده اللي بيعمل لك الشانل بتنتقل عن طريقها. فتعالى بص معايا هنا بقى، تعالى. البريفرال بروتين عادة موجود على السيتوبلازميك سيرفيس. ايه السيتوبلازميك سيرفيس ده يا دكتور؟ قال لك تعالى تعالى افهمك. هو احنا يا دكاترة مش قلنا ان ده السطح الداخلي انترا جوه سيلولر؟ مش المية دي بتاعت السيتوبلازم، مية جوه الخلية؟ يبقى ده اسمه سيتوبلازم سيرفيس لانه ناحية الخلية، وده السطح اللي بره ناحية بره، فهنسميه اكسترا سيلولر سيرفيس او اكسترنال سيرفيس. عادة ما يكون البريفرال بروتين على الايه؟ على السيتوبلازم سيرفيس، ونادرا ما يكون عليه على البريفرال سيرفيس اللي هو الاكسترنال سيرفيس. طيب يبقى دي مش صعبة. النوع الثاني قال لك ليه الانتجرال بروتين ده بياخد باس ثرو ذا ثيكنس اوف الممبرين، ده بياخد سمك الممبرين كله. صعب الكلام ده؟ حلو قوي. طب ركز معايا، لو الانتجرال ده بروجكت برز للسيتوبلازم والاكسترا سيلولر، يعني لو هو كان انتجرال كده ومره واحده بز لبره والجوه، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى ساعتها اسمه ترانس ميمبرين. يبقى ساعتها اسمه ايه بقى؟ يبقى اسمه ترانس ميمبرين. ساعتها بيتكون من الجزء الهيدروفيليك اللي ناحيه بره في الاكسترنال سيرفيس، انما اللي ناحيه جوه الممبرين بيبقى هيدروفوبيك. صعب الكلام ده كده يا دكاتره؟ وريني الكلام ده يا دكتور بعد اذنك 3 دي عشان اشوفه معاك. ادي هنا الايه السيل ميمبرين، ركز بقى معايا، ركز بقى معايا في الايه في اللي جاي ده، ركز بقى معايا. فنيجي نبص هنا، ركز بقى في اللي جاي ده. شايف البروتين ده اهو؟ ركز معايا، في بروتين هنا اهو. طيب ماشي، طب تعالى ركز كده، ركز في اللي جاي، ركز في اللي جاي ده عشان اللي جاي ده مهم جدا. ثانيه واحده، بص على البروتين ده كده يا دكاتره اهو، شايفين؟ في هنا بروتين اهو. البروتين ده ايه؟ واخد الثيكنس كله، شايفينه؟ واخد الثيكنس كله، يبقى ده انتجرال بروتين. ده سهل خالص اهو، بص هنا بروتين جوه اهو واخد الثيكنس كله، يبقى ده اسمه ايه؟ انتجرال بروتين. ده سهل اهو، شايف البروتين ده هنا كده واخد الثيكنس كله، يبقى ده اسمه ايه؟ انتجرال بروتين، شايفينه؟ اهو يعني ده اسمه انتجرال بروتين جوه. طب بص كده في النوع الثاني، شايف البروتين ده؟ البروتين ده موجود على السطح بس، شايف؟ هل هو دخل جوه؟ لا، هو على السطح بس. في هنا بروتين بره اهو، تعالى كده ناحيه بره، هل هو موجود ناحيه بره؟ لا. طب تعالى لما نخش ناحيه جوه، الله ده موجود على السطح اهو، شايفين؟ على السطح اهو بس، يبقى ده البريفرال بروتين. طب بص كده في النوع ده بقى، ده مين بقى؟ ده ترانس ميمبرين بروتين اللي بارز جوه وبارز بره، يعني بارز جوه وبارز بره، وجواه اللي تشانل اللي عن طريقها اي حاجه انت عايز تعدي تعدي. طيب تعالى بص معايا هنا كده، دي صوره جميله، ادي البريفرال بروتين شايفينه؟ على سطح واحد اما بره او اما جوه، وادي الانتجرال بروتين شايفينه؟ واخد كل السطح. من الانتجرال بروتين ده بركز معايا، لو برز لبره ولجوه وجواه تشانل يبقى اسمه ترانس ميمبرين بروتين، تمام؟ طب حلو قوي، حلو قوي. يبقى اذا انا درست الايه؟ البروتينز، ودرست الدنيا دي كلها كده، انا فاضل لي حاجه اسمها السيل كوت، ولكن انا هقفل الفيديو لحد هنا ان شاء الله، وهكمل في فيديو جديد، تمام يا دكاتره؟ الورق باذن الله هرفعه لكم، الورق منظم جدا جدا جدا، في كل المعلومات اللي حضرتك عايز تدرسها بتنظيم واضح. هتلاقي ده شكل الورق اللي هرفعه لك باذن الله، اللي هو البي دي افات ده، الورق
هل الغلاف موجود عليه صدقة جارية على الدكتور عمرو ممدوح والدكتور أحمد النشار رحمة الله عليهم من الدكاترة المحترمين المؤدبين اللي كان ليهم أثر كبير في طنطا. وهنا الورق بتاع حضرتك اللي هتذاكر منه أفضل سورس هتذاكر منه جنرال هيستولوجي في طنطا عامة، وإن شاء الله لما تكبر هتعرف ليه الموضوع ده بإذن الله. الورق كله هنزله لك النهاردة إن شاء الله على الجروب، وبإذن الله نعمل حصة بكرة الساعة 12:30. ألقاكم على خير يا دكاترة بإذن الله. بالتوفيق.